تسلمت بلدية دير الأحمر سيارة لجمع النفايات في قرى المنطقة من برنامج الأمم المتحدة UNDP الممثلة بالممثل المقيم للبرنامج وليد عطلة في احتفال أقيم في ثانوية دير الأحمر الرسمية. حضر الاحتفال النائب إلي كيروز وراعي أبرشية بعلبك والبقاع الشمالي للموارنة المطران سمعان عطلة. وألقى النائب كيروز كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. كما نستنكر جريمة التفجير الأخيرة في الضاحية الجنوبية، والتي إن دلت على شيء فعلى أن لا أحد يحمي لبنان وأبنائه إلا الدولة اللبنانية بسلاحه الشرعي بسلاحها الشرعي دون سواه. هذا له علاقة باسم البيئة بمشروع عيش لبنان. مشروع عيش لبنان هو طبعا ضمن مبادرة UNDP للمائية بلبنان، اللي بتعنى بمشاريع انمائية بتتوزع من كل مناطق لبنان من أقصى شمال لأقصى جنوب. هذا وألقيت كلمات نوهت بالمشروع الذي يشكل حلقة من سلسلة متكاملة في الحفاظ على البيئة، تبدأ من عملية الفرز المنزلي للنفايات وتنتهي بعملية الفرز في معمل الفرز بما يخفف التلوث البيئي.